بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السيد والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، السيد عامل عمالة مولى يعقوب أو من ينوب عنه، كولونيل ماجور قائد المنتدب للحامية العسكرية بفاس، السادة وأصحاب مختلف المحاكم الاستئنافية والاستدافية والوكلاء العامون ووكلاء الملك لديها، السادة القادة الجهويون لمختلف المصالح الأمنية والعسكرية والمدنية، السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس أو من ينوب عنه، السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، السيد رئيس مجلس عمالة فاس، السادة وأصحاب الهيئات المنتخبة والغرف المهنية، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السادة وأصحاب الجامعات وعمداء الكليات ومديري المدارس العليا بفاس، السادة وأصحاب المصالح الخارجية، السادة وأصحاب المصالح الأمنية، السيدات والسادة ممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، السادة والسيدات متقاعدي الأمن الوطني، السيدات أرامل رجال الأمن الوطني، أيها الحضور الكريم، بمختلف المدن المغربية تخلد أسرة الأمن الوطني صباح هذا اليوم الذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني في جو من الاعتزاز والفخر بالانتماء لهذا الجهاز وللرسالة النبيلة التي يؤديها خدمة لهذا الوطن ولأبنائه ولزوائه. وبهذه المناسبة يشرفني باسم الخاص ونيابة عن كافة أطر وموظفي ولاية أمن فاس أن أرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم، وأوجه لكم خالص الشكر والتقدير على تلبية الدعوة من أجل مشاركتنا في هذا الجو الاحتفالي وتخليد هذه الذكرى الغالية. إن الاحتفال بهذه المناسبة هو استحضار تاريخي لفقيد العروبة والإسلام وبطل جيش التحرير جلالة المخفوي له محمد الخامس الذي أسس الأمن الوطني بتاريخ 16 ماي 1956، وهو وفاء لروح الطاهرة لباني المغرب الحديث جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه الذي عرف عهده تطورا وعصانة لجهاز الأمن الوطني. هذا الاحتفال هو كذلك وقفة إجلال واحترام لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لما يوليه من رعاية وعطف لأسرة الأمن الوطني. هذه الرعاية المولوية السامية النابعة من وعي جلالته وتقديره الكبير للتضحيات الجسيمة التي تقوم بها المصالح الأمنية خدمة لأمن الوطن والمواطنين والدفاع عن المصالح العليا للمملكة وصيانة استقرار البلاد والحفاظ على النظام العام. وهنا أستحضر بكل فخر واعتزاز مقتطفا من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة نصره الله إلى شعبه الوفي يوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة تخليد الذكرى 17 لعيد العرش المجيد، حيث أشاد جلالته فيه بعمل الأجهزة الأمنية مقدرا الجهود والتضحيات التي تقدمها لإنجاح رسالتها النبيلة، حيث أكد صاحب الجلالة في هذا الخطاب. شعبي العزيز، إن صيانة الأمن مسؤولية كبيرة لا حد لها لا في الزمان ولا في المكان، وهي أمانة عظمى في أعناقنا جميعا. وأود هنا أن أعبر لمختلف المصالح الأمنية عن تقديرنا للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها في القيام بواجب وطني، فما أسير بالفعالية التي تميز عملها في استباق وإفشال المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة ترويع المواطنين والبس بالأمن والنظام العام. وإننا نقدر الظروف الصعبة التي يعمل فيها نساء ورجال الأمن بسبب قلة الإمكانات، فهم يعملون ليل نهار ويعيشون ضغوطا كبيرة ويعرضون أنفسهم للخطر أثناء القيام بمهامهم. لذا ندعو الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب. انتهى مقتطف الخطاب الملكي السامي. كما أشاد سيدنا المنصور بالله في خطاب العرش لسنة 2017 السنة الموالية بالمجهودات والتضحيات التي يقوم بها رجال الأمن الوطني، حيث أكد جلالة الملك نصره الله في حين أن رجال الأمن
يقدمون بتضحيات كبيرة ويعملون ليل نهار في ظروف صعبة من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم. ومن حق المغاربة بل من واجبهم أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص، إذا كان بعض الآدميين لا يريدون الاعتراف بذلك أو يرفضون قول الحقيقة فهذا مشكل يخصهم وحدهم. انتهى مقتطف الخطاب الملكي السابق. السيد والي الجهة، الحضور كي لا يختلف اثنان لأن الاستقرار الأمني الذي تنعم به بلادنا هو ثمرة لعمل جماعي واستباقي وتضافر الجهود المبذولة من طرف مختلف المصالح الأمنية وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرابية إلى تفعيل مفهوم الحكامة الجيدة وترسيخ مبدأ الشرطة المواطنة بالانفتاح الإيجابي على مختلف فعاليات المجتمع وإرساء جو الثقة المتبادلة والتفاعل المسؤول بين أجهزة الشرطة والمواطنين خدمة للصالح العام واستقرار الوطن، لأن تحقيق الأمن مطلب جماعي فهو أيضا واجب وطني يستدعي مساهمة الجميع في إرساء لبناته وقواعده. ولتحقيق هذا المطار تسعى رئاسة هذا الأمن الولائي جاهدة على التفعيل الأمثل لهذا المفهوم على أرض الواقع بالنجاعة والفاعلية والجاهزية المطلوبة من خلال وضع استراتيجية أمنية محكمة تتماشى مع خصوصية المدينة وما تعرفه من توسع عمراني ونمو ديموغرافي. ولهذه الغاية وعملا بتوجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني عززنا قنوات التواصل المباشر مع كل الهيئات التنظيمية والمهنية لمختلف القطاعات ومختلف فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ووداديات وكذا مختلف وسائل الإعلام للوقوف عن قرب عن بعض الظواهر أو الممارسات التي تمس بأمن وسلامة المواطنين وتزع الإحساس بانعدام الأمن والقيام بما يلزم من إجراءات وقائية وزجرية بشكل يضمن نجاعة التدخلات الأمنية وفرض احترام القانون. السيد الوالي، الحضور الكريم، ترتكز الاستراتيجية الأمنية المعتمدة من طرف ولاية أمن فاس على برامج وخطط محددة لأهداف مبنية على المعطيات والتدخلات التي تسجلها مصالحنا بشكل يومي وبمقاربة أمنية تراهن على الاستباقية والوقاية والجاهزية، وقد حققت هذه المقاربة نتائج جد إيجابية في محاربة الجريمة بكل أشكالها بفعل الجدية وروح المسؤولية والتضحيات والشجاعة التي أبانت عنها مختلف المصالح والوحدات الأمنية المتخصصة من أجل حماية المواطن والتصدي لكل سلوك أو تصرف من شأنه أن ينص بالأمن العام. وإذا كانت المناسبة شرط فإن تخليل هذه الذكرى السعيدة مناسبة للوقوف على حصيلة بعض النتائج التي سجلتها مصالحنا على سبيل المثال لا الحصر خلال سنة 2019 وأربعة أشهر من سنة 2018، فقد تمكنت مصالحنا من البحث والتحري في شأن 3143 قضية سارقة قدم بموجبها 3026 شخص أمام النيابات العامة المختصة، وتمكنت مصالحنا من تفكيك 40 عصابة إجرامية وإيقاف 142 شخص متورطا فيها، كما استطاعت مختلف الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على 10497 شخص مبحوث عنهم من أجل مختلف الجرائم جنايات أو جناح. وفي مجال محاربة المخدرات فقد تمكنت مصالحنا من إيقاف 7254 شخص متورطا في هذه القضايا، حجزت لديهم كميات مهمة من المخدرات حوالي 239 كيلوغرام من مخدر الشراء و400 كيلوغرام مادة الكيف وأكثر من 400 غرام من مادة الطابة و117 من المادة المخدرة المعروفة بالمعجون، بالإضافة إلى أكثر من 18000 قرص مخدر وأكثر وتقريبا 2 كيلوغرام من الكوكايين. وفي مجال السير والجولان بالمدينة وسعي من الوحدات المكلفة بتدبير حركة السير للحد من حوادث السير، فقد تمكنت مصالحنا من استخلاص 93569 غرامة صبحية وتحرير 41000 محضر تهم مختلف المخالفات المتعلقة بالسير، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 11 مليون و250 ألف درهم. وسعيا في ترسيخ المقاربة الأمنية التشاركية ووعي منا بمكانة الأطفال والتلاميذ في المجتمع جيل الغد وأمل المستقبل وامتداد هذه الأمة، فإن مصالحنا الأمنية بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بجهة فاس مكناس
تقوم بنوع تحسيسي وميداني في الوسط التعليمي من خلال برمجة زيارات ميدانية لمختلف المدارس والإعداديات والثانويات قصد التوعية ببعض السلوكيات التي تؤدي إلى انحراف الأحداث والتلاميذ والطلبة، مثل التعاطي لاستهلاك المخدرات وكذلك العنف المدرسي وشغب الملاعب والجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، والعمل على تجنب ذلك إلى جانب التربية على السلامة الطرقية. ومن جهة أخرى تم تعزيز الدور الوقائي التي تقوم بهذه الأطقم الأمنية المكلفة بتأمين المحيط المدرسي وتطهير فضائه الخارجي من كل الشوائب والأخطار التي تهدد التلاميذ والأطر التربوية. وقد استفاد من هذه العمليات التحسيسية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي 11320 تلميذ ينتمون إلى 283 مؤسسة تعليمية، منها 145 ابتدائية، 58 إعدادية، و80 ثانوية. وفي مجال الخدمات المتعلقة بالوثائق الإدارية، فقد أنجزت مصالحنا أكثر من 110 ألف وثيقة لبطاقة التعريف الوطنية، وأكثر من 65 ألف نسخة من بطاقة الصوابق، وأكثر من 94 ألف شهادة للسكنة. وتماشيا مع الاستراتيجية التي ثبتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تحديث المرافق الأمنية وتجميد عملها الأمني أداء ونجاعة، فإن ولاية أمن فاس بصدد إنجاز عدة مشاريع تهم تعزيز مرافقها وبناياتها بهدف تحسين مختلف الخدمات وجودتها، حيث سيتم هذا اليوم 16 ماي تدشين دائرة جديدة للشرطة تحمل اسم دائرة عاصمة الزيتون بالنفوذ الترابي لمنطقة بنسودة، على أمل أيضا إحداث دائرة بحي النزهة تابعة لنفس المنطقة. في أفق كذلك إحداث المنطقة الأمنية الخامسة مسمى منطقة سيس، كما أن الإجراءات والتدابير تسير على قدم وساق من أجل تسريع قريبا إن شاء الله افتتاح مدرسة للشرطة بمدينة فاس، كما أن قيادة الأمن الولائي تسعى على تهيئة قاعة القيادة والتنسيق ووحدة متنقلة لشرطة النجدة السريعة بوسائل لوجستيكية حديثة لانطلاق عملها الرسمي في القريب العاجل من أجل تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين. السيد الوالي، الضيوف الأفاضل، لا يفوتني في هذا الجمع المبارك أن أغتنم الفرصة لأجدد كامل شكري وتقديري للسلطات المحلية ومسؤولي الإدارة الترابية، وعلى رأسهم السيد الوالي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، وعلى الدعم المتواصل المقدم لمصالحنا الأمنية والتنسيق التام معها وتعزيزها بما تحتاجه من قوات ووسائل لوجستيكية في مختلف المناسبات والتظاهرات والأنشطة الرسمية التي تشهدها مدينة فاس. كما أعبر عن تقديري الكبير للدعم الذي خصصه كل من مجلس جهات فاس ومجلس عمالة فاس ومجلس جماعة فاس من خلال اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين ولاية جهة فاس مكناس والجماعات الترابية المذكورة، وبين المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في ولاية أمن فاس، والتي تم بموجبها تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 15 مليون درهم لاقتناء مجموعة من السيارات والدراجات والكاميرات ومعدات معلوماتية لفائدة ولاية أمن فاس واستعمالها في المهام الوظيفية الموكولة إليها، حيث تسلمت ولاية الأمن الدفعة الأولى من هذا الدعم بتاريخ 23 يناير 2018 وشملت 9 سيارات خفيفة، كما تسلمت دفعة ثانية بتاريخ 5 مارس 2018 همت 48 دراجة نارية من الحجم الكبير، وهذا يزيدنا إصرارا وعزما وتضحية في أداء مهامنا خدمة لساكنة هذه المدينة الفاضلة وزوارها. كما أوجه شكري وامتناني للسلطات القضائية على تأطيرها وتوجيهها لمختلف مصالح الشرطة في مجال الأبحاث والتحريات القضائية خدمة للعدالة الجنائية وفرض احترام القانون وضمان تنفيذه. كما أشيد من هذا المنبر بالتنسيق والتعاون المثمر مع مختلف المصالح الموازية والقوات النظامية من دارك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية لحفظ النظام العام وضمان الأمن والسكينة للمواطنين. ولن يفوتني كذلك بالمناسبة أن أتمنى عاليا التواصل الإيجابي لمختلف فعاليات المجتمع المدني مع جهاز الأمن الوطني، وهذا يجسد الثقة الموضوعة في مصالحنا وما تبذله من مجهودات وتضحيات من أجل حماية أمن المواطنين والتفاعل مع مطالبهم والإنصات لمشاكلهم، وهذا واجب مهني ووطني يطوق أعناقنا جميعا تنفيذا لتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تخليق
الإدارة المغربية كما جاء في خطابه السامي الذي وجهه جلالة الملك يوم 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح البرلمان، حيث قال: إننا نؤمن بأن النجاح الإدارية تساهم في النهوض بالتنمية وفي جلب الاستثمار الوطني والأجنبي وتعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب. لذا ندعو الجميع، حكومة وبرلمان، أحزابا ونقابات، جمعيات وموظفين، للتحلي بروح الوطنية والمسؤولية من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بأمل المرافق الإدارية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. إن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن. انتهى مقتطف خطاب الملكي السابق. هذا الأمن الولائي في عدة ملتقيات وندوات تنظمها أو نظمتها فعاليات المجتمع المدني لخير دليل على التجاوب والتكامل بين مصالح الأمن الوطني بمدينة فاس ومختلف فعاليات المجتمع المدني، كما أن التكريم الذي حظي به والي أمن فاس من طرف العشرات من الجمعيات والوداديات هو تكريم لأسرة الأمن الوطني بفاس برمتها. وإن كانت كريم والي أنفاس اليوم من بين الحضور المدني، فهذا يجسد الثقة المتبادلة التي أصبحت بين المؤسسة الأمنية وبين المجتمع المدني. فنحن أيضا على المستوى الأمني كمؤسسة وطنية تقوم على خدمة المواطن في الشق الأمني وتسعى على طمأنينته وراحته وممتلكاته، فأيضا نحن منفتحون على المجتمع المدني كما أبوابنا مفتوحة فقلوبنا أيضا مفتوحة. وبهذا التواصل وهذا الانفتاح وهذا التنسيق إن شاء الله سنحقق الأمن المشترك لفائدة المواطنين والوطن. وشكرا لكم. ويعبر بصدق عن تشجيع وتثمين الجمعيات لما تقوم به مصالحنا من عمليات أمنية ليل نهار ومن مجهودات وتضحيات خدمة لساكنة المدينة، كما نسجل اعتزاز المواقف الوطنية والشاعرة النبيلة وعبارات التضامن العفوية التي عبرت عنها كل فعالية المجتمع المدني في حالة تعرض عناصر الشرطة لأي اعتداء مادي أو معنوي وهي تقوم بواجبها المهني. وخير مثال على ذلك التضامن الكبير التي عبرت عنه مختلف الجمعيات بتلقائيتها المعهودة على إثر الاعتداء الخطير الذي تعرض له موظفين تابعين لهذا الأمن الولائي في الساعات الأولى من صباح يوم 28 فبراير 2018 أثناء عملية تدخل لإيقاف مجموعة من المنحرفين بحي جنان السراج تابع لمنطقة فاس المدينة. وبهذه المناسبة التمس من السيد والي جهة فاس مكناس أن ينوب عن أسرة الأمن الوطني بفاس قيادة وقطر وعناصر رفع آيات الولاء والإخلاص للسدة العالية لله جلالة الملك محمد السادس دام عزه ونصره، داعين إلى المولى عز وجل أن يحفظه بما حفظ به الكتاب الحكيم وأن يمد في عمره ليبقى ضخرا وملاذا لهذه الأمة ورمز عزتها وأمنها واستقرارها، وأن يقرأ عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة، وأن يشد أزره بسموه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد والي الجهة، أيها الحضور الكريم، قبل أن ننتقل لمراسم توشيح موظفين تابعين لهذا الأمن الولائي من المنعم عليهم بأوسمة ملكية بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد لسنة 2017، لن يفوتني أن أوجه باسم كافة أسرة الأمن الوطني بفاس
التهاني الحارة للسيد والي الأمن الذي أنعم عليه صاحب الجلالة نصره الله بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وسيتم توشيحه مساء هذا اليوم من طرف السيد وزير الداخلية والسيد المدير العام للأمن الوطني بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة في حفل بهيج احتفالا بذكرى تأسيس الأمن الوطني. فبوركتم السيد والي وزادكم تألقا في مهامكم خدمة للصالح العام. بهذه المناسبة كذلك ألتمس من السيد والي الجهة والسيد والي الأمن التفضل لتوشيح الموظفين المنعم عليهما في هذه المناسبة، ويتعلق الأمر بكل من قبطان الشرطة حسن البجنوني العامل بالمجموعة الرابعة للمحافظة على النظام بفاس المنعم عليه بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى والذي سيتم توشيحه من طرف السيد والي جهة فاس مكناس. إلى جانب هذا التوشيح هناك ضابط الأمن أحمد الشيوي العامل بالمصلحة الولائية للاستعلامات العامة المنعم عليه بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية والذي سيتم توشيحه من طرف السيد والي الأمن. صورة تذكارية بالمناسبة مع المنعم عليه.